قالوا ان احنا هنشيل وهنرجع الناس تاني. ده الكلام اللي اتقال بتوع الرابطه بتاعه مثلث ماسبيرو، الشباب اللي زي حضراتكم كده نزلوا وقالوا يا جماعه احنا هنحلل وهنجدد، بمعنى ان الناس دي هترجع تاني. ده كل الكلام اللي اتقال. منين الناس هتجيب ده؟ الناس هنا ظروفها تعبانه. يعني هم المفروض برضو ينظروا للناس هنا بنظره تاني. انا ساكنه بخمسة جنيه مثلا، مع ان مفيش خمسات، هتلاقي اربعه واثنين وثلاثه. خمسة دي انا بقولها كده، منين انا ادفع بقى زي ما بيقولوا ان 5000 كل شهر ولا مثلا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، اجيب منين انا؟ ليه هما الناس هنا ايه؟ ناس زي ما حضرتك دخلت تخش دلوقتي تشوفها، وريت ناس عايشه في البيت بتخش وهي داخله بتتشاهد على روحها الصبح وهي خارجه بتتشاهد على روحها ان هي طلعت منه سليمه. هنسخن العيد ده يعني انا ساكنه ب 2 جنيه ولا ب 10 جنيه ادفع 4000 اجيبهم منين؟ انا اكذب على نفسنا، كلنا دي 320 وانا 360 عشان معايا عيله في ثانويه عام ثانيه سنه ورايحه ثالثه. يعني انا لو في حل اشتغل واصرف عليه، بس انا مش قادر. والله العظيم انت خفت 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 ازاي تحت تعيش انت ازاي فيه؟ ده احنا بننام ونشهد عليه على نفسينا. لو معانا فلوس ما نقعدش في البيت ده ونقوم علينا. تعال اخش شوف البيت عامل ايه. تعال شوف حضرتك، تعال بص كده. تعال اخش الحمام، بص هنا، خش هنا. ولو دخلت الاوضه هنا تخاف تخش فيها كمان. تعال بص. ده انا كل اللي انا عايزاه، انا عايز اطلع من هنا بدل ما يطلعونا من تحت التراب زي اللي طلعوهم. بس وبعدين عيالي على طول عندي بعيالهم، يعني حرام. اسر كل البيوت هنا كلها اسر، حرام. يعني الناس تطلع من تحت الردم زي اللي شفناهم بعينينا من 3-4 سنين. واحدة لو مؤاخذة حامل في توأم وتلات أربع جدعان وتلات أربع حريم، وواحدة جاية تشوف خالتها، وواحدة تشوف عمتها، بتطربع عليهم طلعوهم من الإنقاذ. فين الحكومة دي اللي تخلي يعني مثلا بقول لك يعني في قلبها رحمة للشعب بتاعها؟ فين؟ يعني فين أما أنتوا مثلا بقول لك تجزرونا ب 4000 جنيه أجار في الشهر، نجيب منين؟ نسرق؟ لو نسرق قولوا نسرق. والله مصر تبقى بالطريقة دي؟ مصر يا ناي، المسؤولين هم التعبانين، مش عارفين يشتغل، كل واحد بيدور على مصلحته، وما عنديش كلام تاني اقوله.